استقبلت وزيرة التنمية المحلية منال عوض وفدا من مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين. أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر والصين وما شهدته من إنجازات في مختلف المجالات والشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين البلدين بفضل التنسيق والتشاور المستمر بين الرئيس السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ. كما تطرق الاجتماع إلى استعراض سبل التعاون بين الوزارة ومؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين ومقاطعة سيتشوان، خاصة في مجالات وبرامج عمل التنمية المحلية، وعلى رأسها ملفات المخلفات الصلبة والمجازر الحكومية بالمحافظات.